متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومتجددة كالعادة من برنامجكم الرياضي الكروي بامتياز مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليمارك. الرجاء سقط في أول اختبار أمام النهضة البركانية بعقر الدار وبالثنائية، فيما المغرب الفاسي تمكن من الفوز على يوسفية برشيد بثلاثية على أرضه. في حلقة اليوم محطة جديدة من محطات الدوري الوطني ننطلق من جولتها الخامسة. مشوار الفرق لا زال مستمرا ومشوقا، وقبل البدء في الرحلة إليكم أبرز العناوين. وفي العناوين، الشباب الرياضي السالمي يتلقى هزيمة أخرى أمام اتحاد طنجة بهدفين دون رد. الرجاء البيضاوي يفشل في تحقيق الفوز أمام ضيفه النهضة البركانية بملعب العرب الزولي. وأخيرا، التعادل السلبي ينهي صراع الوداد البيضاوي وشباب المحمدية بملعب البشير. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم. يمكنكم كالعادة التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم الإيجابية كانت أم السلبية عبر الموقع الخاص بالبرنامج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ودائما قبل الخوض في أول فقرة من البرنامج كالعادة، يسعدني باسمكم أن أستضيف وأرحب بضيوفي الكرام. سي سعد عبد الفتاح، الإطار الوطني. سي سعد، مرحبا بك وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا خالد، ومرحبا بالأخ حسن. ويسعدني أيضا مشاهدي الكرام أن أرحب بالإطار الوطني سي حسن عطير. سي حسن، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدات المشاهدي الكرام والمتتبعات والمتابعين الكرام. وباسمك تنشكر سي سعد الإطار الوطني اللاعب السابق ديال الوداد البيضاوي والمنتخب المغربي على الحضور ديالو معنا. نعم، وهذا شرف لي ايضا بحضور اسماء كبيره سي حسن وايضا سي سعد عبد الفتاح. المشاهدين الكرام، قبل الحديث عن اول لقاء من الدوري الوطني الاحترافي، لقاء المغرب الفاسي يوسفية برشيد، لا داعي لاننا يعني ما غاديش نركزوا في موضوع ديال عوده الجماهير بشكل كبير، ولكن سنتحدث بشكل قليل وقليل جدا. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كاين هناك اخبار تروج بان الجمهور سيعود بنسبه ديال 40%، وايضا الاجراءات الاحترازيه اللي تم التخفيف ديالها مؤخرا، ربما سعد عبد الفتاح غنشوفوا انتعاشه وغنشوفوا عوده ديال الجمهور المغربي للملاعب الوطنيه. بالطبع خويا رضوى، هذا الشيء اللي كنا كنتسناو من قبل، يعني كنا كنتسناو باش يرجع الجمهور للميادين، للجماهير المغربيه كامله يعني ترجع للميادين ديالها، ونشوفوا ذاك الدفء ديال الجمهور وذاك المتانده ديال الجمهور الفريق ديالو. ففضل هاد يعني كيف تقول هاد الاجراءات الاحترازيه، فكنتمنى ان شاء الله باش الا رجع الجمهور ما تكونش ديك كيف تنقولوا نرجعوا لدوك الايامات ديال الشغب ودوك راك عارف. ولكن كنظن ان شاء الله برجوع الجمهور فحتى المستوى ديال البطوله غيزيد يتحسن. اكيد مستوى البطوله الوطنيه غادي يتحسن بشكل كبير، نظرا كيف قلت في الكواليس سي حسن، الا كان لقاء ديال ديربي من الصعب انك تفرض على الجمهور المغربي خصوصا البيضاوي على انه يدخل بنسبه ديال 40%. حنا ب 60,000 متفرج، كان الملعب كيمتلئ عن اخره، وكتلقى مشاكل خارج الملعب. وهو من الطبيعي على انه الروح ديال الحياه الطبيعيه خاصها ترجع، بما في ذلك العودة ديال الجماهير. ولكن السلطات والناس اللي مكلفين بالموضوع ديال الكوفيد 19 هما اللي عارفين، يعني بداو بنسبة يعني ديال 40% وغيبدا تدريجيا حتى ترجع الأمور كما هي، لأنه حذاري على أننا نرجعوا يعني بواحد الصفة يعني عامة ونرجعوا لتاني بانتكاسة يعني العودة انتشر. تتعرفوا على أن الأمور مازال ما خداتش المنحى الصحيح ديالها، ولكن تنظن على ان العوده ديال الجمهور هي شيء اللي في كره القدم في حاجه اليه، لان الجمهور هو الملح ديال كره القدم، هو اللي تيدفع الفريق ديالو، هو اللي تيعاون الفريق النادي بالمداخيل ديالو، هو اللي تيعاون. ولو انه حنا كيف قال السي سعد على انه نتمناو على ان العوده ديال الجماهير ما تفاجئناش شي امور اللي خايبه، تنعرفوا الالترات، تنعرفوا المسائل اللي تتقوم بها بعد خطرات اللي تتكون تمس بالرياضه. ولكن على العموم ان العوده محموده اللي تيتسناها جميع المغاربه وتسمع الرياضيين انحاء العالم. اكيد، والتصور اللي كنا شاهدناها ربما صور اللي هي مسيئه في جنبات ديال الطريق، كان جمهور على ما اظن ديال الجيش الملكي كينتظر الحافله ديال الفريق باش يشجعوهم، وكان هناك يعني احداث شغب بينه وبين رجال الامن. كنتمنوا على ان الصور ما تكونش مع بدايه حضور الجماهير الملاعب الوطنيه، وكنتمنوا من المسؤولين انهم يحطوا النقط على الحروف ونشوفوا موسم كروي خالي من عمليات الشغب. على العموم، يوسفية برشيد وايضا المغرب الفاسي، المغرب الفاسي اللي تفوق على اليوسفية بثلاثة أهداف دون رد. أول لقاء سي سعد جرى يوم السبت الماضي،
من المغرب الفاسي يوسف يتبرشيد، 3 أهداف علاء الدين أجري بهدفين وسيف الدين بوهرة بهدف واحد. مستقبل المغرب الفاسي ربما بدأ يظهر شيئا فشيئا مع مرور الدورات، ولو أنه كان بعض العثرات القليلة ولكن في الدورات الأولى أكيد، ولكن نقدر نشوف بأن المغرب الفاسي غادي يبدل الجلد ديالو في الدورات المقبلة. طبعا خويا رضوان، فاش المغرب الفاسي في اللقاءات الاولى يعني ما كانش ما دارش واحد المستوى اللي كان جيد، ما كانش عنده ديك الانطلاقه ديالو كانت كيف تنقولوا مزيانه. شفنا في المقابله الاخيره مع الفريق يوسف برشيد تصب يعني مقابله كبيره، سجل 3 أهداف يعني حتى المدرب كيف تنقولوا يعني عرف الاخطاء اللي ارتكب في الدوره الاولى وصححها وعطات الاكل ديالها في المباراه الاخيره. عكس يوسف برشيد اللي شفنا يعني المستوى ديالو ما عندوش شي مستوى اللي نقولوا مستوى قار، فمباراة بعد مباراة كيبان لك مستوى متذبذب. شفنا في المباراة ديال المستوى اللي ظهر به ضد الوداد واخا نهزم ولكن دار بمستوى كبير. المستوى الاخر ضد يوسف برشيد يعني كيعطي علامات استفهام اللي كتخليه على ان يوسف برشيد خصو يعني كيف تنقولوا يصلح الاخطاء ديالو. صحيح، وحتى اللقاء ديالو الاول مع فريق الرجاء البيضاوي بان ربما يعني النية ديال الفريق، واخا كنشوفوا ان يوسف برشيد من اكفس البدايات ديالو سي حسن خلال هذا الموسم. يعني يوسف برشيد مع سعيد الصديقي مع عدد كبير من المدربين، ورجعوا هذه المساله ديال تغيير المدرب ربما هو اللي اثر على الاداء التقني ديال الفريق. نعرج على الكلام اللي قال سي سعد بعدا بالنسبه للمغرب الفاسي، تنظن على ان اللي شاف التركيبه البشريه ديال المغرب الفاسي فهي تعج بلاعبين متمرسين ولاعبين يعني عندهم مستوى مزيان. وحتى بالنسبه للاستقرار كاين استقرار، ولو انه المدرب رقم واحد مشى وبقى لاجوان ديالو يعني هذا تيكون استقرار. صحيح. المشكل اللي كان عندهم وتنظن على انه المشكل ديال الفيستير، مشكل ديال على انه يعني داك لو ليدر ديال المجموعه، تنظن على ان الابقاء على الاطار يعني اللي التونسي يعني خلى على ان اعطاه واحد الهامش على انه فين يشوف ويدارك الاخطاء اللي دراه هو. ما التالي يعني في المقابله ديال برشيد على انه سيطر طولا وعرضا على المقابله وخرج بنتيجه عارضه. بالنسبه ليوسف برشيد تنعرفوا على ان ممكن الامكانيات الماديه هي اللي تجعله على انه ما يستقطبش لاعبين يعني بميزانيه كبيره، شي تيشغل على انه تي 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 يستقطب يعني لاعبين اللي يعني من الهوات، لاعبين يعني ديال نقولوا بواحد الدرجه ثانيه، يعني هو اللي تيجعل على ان حتى المستوى ديال دوك اللاعبين على انه تارة يعني مقابلة تنشوفوه في المستوى وتنقولوا هذا هو الفريق. في الاسبوع الاخر يعني ترجع على انه فريق يعني تنقولوا على انه لا ما يمكنش يسير الايقاع ديال البطوله. نعم، دائما كيكون المبرر ديال هذه الفرق اللي كيكون المستوى ديالها متذبذب او المستوى اللي كيكون سيء، كيقولوا ما تحكمش على فريق منذ بدايه الموسم، ولكن اللقاءات الاولى النتائج الايجابيه كيكون هو المفتاح ديال اللقاءات. اكيد، ولكن حتى مساله ديال المدرب اللي مازال تنقولوا على انه مازال كاين مدرب مؤقت، انا في انتظار مجيء ديال المدرب اخر. هادشي حتى هو حنا تنعرفوا يعني كيفاش يفكروا اللاعبين على انه ملي ما تيكونش مدرب يعني رسمي يعني اللاعب ما تيعطيش داك لو ماكسيموم ديالو، ولكن تنتمنى على انه مع مرور الوقت ومع الخبر اللي سمعنا على انه غيجي مدرب رسمي، ولو انه علامه استفهام في هذه النقطه هذه اللي ممكن نرجعوا عليها كيف قلتي انت. يعني ممكن يعني انه يحاولوا، ولكن تنظن على ان بالتركيبه البشريه اللي عند يوسف برشيد ما يمكنش تمشي بعيد الا يعني تحاول تلعب على البقاء كيف السنه الفريطه. نعم، واللي غنقولوا على فريق يوسف برشيد ربما نقدروا نقولوا على فريق سريع واتزم. اللقاء الثاني اللي غادي نتحدثوا عليه هو لقاء اولمبيك اسفي اللي انتهى بالنتيجه ديال 0 لمثله بين اولمبيك اسفي وايضا سريع واتزم. سي سعد عبد الفتاح، تغيير المدربين دائما هو المحور الاساسي ديال اي حلقه من حلقات البرنامج طيله 4 سنوات الماضيه، ربما هو اللي شاهدنا مع فريق سريع واتزم، الفريق اللي كان قاب قوسين او ادنى من السقوط للقسم الوطني الثاني خلال الموسم الماضي. فؤاد الصحابي كان له الفضل انه ينقذ الفريق من النزول، ولكن خلال هذا الموسم بدايه كارثيه للفريق، كيدي الترتيب 16 او بنقطتين في المركز الاخير، وفؤاد الصحابي يتم الاقاله ديالو. ربما هذه ظاهره غير صحيه سي سعد في بطوله هذا الموسم. بالطبع الظاهره هذه يعني ولينا كنشوفها مؤخرا في البطوله الوطنيه، يعني المدرب فؤاد الصحابي كمثال يعني كان الموسم الفارق يعني ينقذ الفريق من النزول. في هذا الموسم هذا جوج دورات كتم الاقاله ديالو فكنظن يعني في كره القدم وفي تنقول في الدوري المغربي فاول ضحيه تيكون بعد النتائج السلبيه فهو المدرب. يعني لا المكتب المؤسسي ولا الرئيس يعني كيف تنقولوا راهم اللي خصهم يراجعوا الاوراق ديالهم، خصهم يشوفوا فين كاين المكامن الخلل، فين كاين علاش دوك النتائج ما كاينينش. مدرب ملي كتسيني كونترا مع مدرب في الاول راه كتجيب مدرب في المستوى، مدرب كوف اللي كتسطر معاه
كيف تنقول البلانينغ ديال العام كامل. لان كنشوفوا عديد من 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 الفرق الوطنيه السي حسن رؤساءهم اللي كيتحكموا في المدربين، المدرب ما كتكونش عنده ربما الشخصيه، والان كنشوفوا عدد كبير منهم كيتم الاقاله ديالهم فور جوله اولى ولا جوله ثانيه. يعني الفريق على مدى 30 جوله 15 الجوله في 15 يعني الشطر الاول الشطر الثاني كيتم تغيير الفريق المدرب اكثر من 3 مرات او 4 مرات، شاهدناها خلال الموسم الماضي وكنشاهدوها خلال هذا الموسم السابق. ما يمكنش نعموا على ان جميع المدربين انهم تيتحكموا فيهم المسيرين، يعني كاين مدربين اللي عندهم شخصيه ولا يرضى على انه حتى واحد من الاداره او مسير على انه يدخل حتى لارضيه الملعب، ولكن حنا تنعرفوا هذا الشيء ماشي بالضبط، ماشي بالضبط المدرب اللي خاصو يلجا لهذا الشيء، هو المكتب المسير خاصو يحترم الا هو تيعرف لهاد الامور يمشي يكون راسه يحيد القبعه ديال المسير ويدخل الاداره. سهله باش تبرك في المنصه وتقول لا راه كان خاصو يدير، سهل، ولكن راه صعيب المساله ديال الاقاله. علاش؟ لانه ما تيعطيش المال الخاص ديالو، تيعطي المال العام، فبالتالي اللي موجي اللي بغاو يخلي اللي بغا، لانه ما يخلصوش من جيبه. لانه لو انه كان تيخلصو من جيبه غيضرب 1000 حساب نهار اللي غيبغي يتعاقد معاه، وغيضرب 2000 حساب نهار اللي غيبغي، لانه غادي يعطيه فلوسه. اما هو دابا المال العام تيزيد لي موجي لانه ما تيتصرف في المال العام. بالنسبه لفؤاد الصحابي حنا تنعرفوا يعني قام بواحد العمل كبير، ماشي عيب على انه مني حتى شتي على انه خدمتي معاه واحد 4 شهور ولا 5 وصوفا لك الفرقه وعرفتي على انه انت كنتي محتاج ليه ديك الساعه وصوفا لك الفرقه، ماشي عيب على ان ما يبداش معك السنه الاخرى. علاش غيبدا معك؟ انت اقتنعتي بان من خلال الهضره كيف تيقول لك هو قال لنا انه ما عندناش فرقه وهاد اللعابه وكذا. اذا كان في الصيف، اذا كان انا جاي كان في الصيف على انه عرف يد فؤاد الصحابي على انه ما مقتنعش بهاد اللعابه ولا هاد اللعابه ولا الميزانيه ديالك، انت ما يبداش فين كاين المشكل. علاش غنجاملو؟ سي حسن لانه كانت نيه مسبقه على الاقاله ديال فؤاد الصحابي. انا لا اظن لان راه المسير واخا تشوف راه تيخاف على فرقته من واحد النهار باش تخلي مدرب انه يدرك لي ريكروت، ما يدرك لي ريكريت مورا صافي، حيت لي ريكريت مو اللي عندها. نعم. تنظن نعم. على ان سوء تفاهم هو اللي جعلاته. غير مساله باش نعطيو السي فؤاد الحق ديالو، لانه مع من خسر؟ مع من خسر فؤاد الصحابي؟ جوج مقابل خسر مع الوداد. واش هو بغى واش الميزانيه ديال واتزاميه ديال الوداد؟ صحيح. غتحاسب فؤاد الصحابي الى خسر مع السوالم. لا تنهضر على الميزانيه، تنهضرش على المستوى، تنهضر على الميزانيه باش يدور الفريق يقدر ينافس مع مثلا الفرق اللي مع برشين. نعم، اللي عندها ميزانيه ميزانيه بحالها. نعم. اما نعم. ما تهضرش مع الرجاء ولا الوداد الى المدرب ملي تيخسر. هادشي اللي جاري به في الدوريات العالميه، ملي تيهضر مثلا في اسبانيا ما تيقول لي ما نهضرش معك انا الا خسرتي مع الوداد مع ريال مدريد والبارسا. هذوك راه انا تكلاصي ليا في شي ما كاينش، وغنبقاو دائما نعيشوا في هذه الامور الا ما دخلاتش الاداره التقنيه وحمايه المال العام، لان شي يديروا حل المال العام الامور كلها غتسوء. اكيد وغتكون حمايه حتى المدرب بحد ذاته. رجعوا للمباراه التقنيه ناسي سعد، ربما اولمبيك اسفي هو التعادل بطعم الهزيمه نظرا لانه كيستقبل اولا في ارضه في غياب الجماهير اكيد، ولكن غيلعب مع فريق اللي كيتخبط في مشاكل اداريه، وربما اولمبيك اسفي ما استغلش الفرصه فاش يفوز باللقاء ديالو امام سريع واتس. بالطبع، فاولمبيك اسفي حتى هو كيف دون على الفرق الاخرى لا سريع واتس ضم ليوسف برشي حتى هو يعني ما باقي ما عرفش ديك الانطلاقه ديالو. فشنا المقابله الاخيره مع سريع واتس ضم يعني ما ظهرش بداك ديك الوجه اللي كنا كنعرفوا على اولمبيك اسفي في السنه الفارطه. فكنظن فتا اولمبيك اسفي يعني كيتخبط في مشاكل اللي مشاكل اللي غتكون داخليه اللي ما بيناش كيف تنقولوا للجمهور. طيب سي سعد عبد الفتاح، اللقاء الموالي اولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديدين، المباراه اللي انتهت بهدفين لمثلهما، ونقدروا نقولوها سي حسن بان الانطلاقه ديال الدفاع الحسني الجديدي مغايره تماما انطلاقته خلال الموسم الماضي. الان كنشوفوا فريق الدفاع الحسني الجديدي كينافس بقوه على الصداره مع الوداد وفريق الرجاء البيضاوي، رغم التعادل ديالو مع اولمبيك خريبكا، الا ان الدفاع الحسني الجديدي مازال محتل الصف الثالث ب 11 نقطه على بعد نقطتين فقط من متصدر الرجاء البيضاوي او عفوا الوداد. على انه يعني البدايه تبدو على انه يعني مغايره البدايه ديال السنه الفارطه، ولكن يعني من المسبق على ان نقولوا على انه راه يعني غادي في واحد الطريق صحيح، يلسفي على انه يخسر دورتين ولا اثنين يعني هذا الشيء يعني. ولكن حاجه اللي زوينه على انه الاستقرار ديال الطاقم التقني الاعتماد على الشباب واللاعبين ديال الفئات العمريه ديال ضروري اللاعبين المجربين يعني خاص لاعبين المجربين اللي يجعل على انهم يعني يحتفظوا بالطاقم التقني ويعتمدوا على لاعبين يعني مجربين، والشيء اللي يجعل على انه تكون البدايه احسن بكثير من السنه الفارطه. اكيد وتالتعاقد ديال الفريق مع حدراف ربما عطى واحد الشحنه معنويه كبيره للفريق ديال الدفاع
الحسن الجديدي. اولمبيك خريبكا البدايه ديالو ما نقدروش نقولوا ان بدايه اللي موفقه، ولكن كنشوفوا المستوى كيف مع اولمبيك ازافي، كيف ايضا شباب محمديه نهضه بركالي غنتحدثوا على عدد كبير من اللقاءات ديالهم. بدايه اللي هي متذبذبه، ولكن اللقاء انتهى بالتعادل اللي هو تعادل في الدقائق الاخيره. على ما اظن في الدقيقه 68 تسجل مصطفى شيشان الهدف ديال التعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي. بالنسبه للمقابله ديال الدفاع الحسني الجديدي اولمبيك خريبكا، يعني كرأي شخصي يعني احسن مقابله في هذه الدوره هذه، لا بالنسبه للاداء ديال الفريقين، لا كثره الاهداف، لا حتى الفرص اللي تحت فريقين بجوج، يعني تحوا فرص كثر اللي كانت المقابله كنا نشوفوها، يعني تخرج بواحد 4-4 ولا 3-3، يعني حتى فريق اولمبيك خريبكا اللي يلا صعد من كيف تنقولوا من الدرجه الثانيه، فهو يعني حتى كيف قلتي حتى المستوى ديالو باقي ما لقاش المدرب عزيز كركاش داك المستوى اللي معود على اولمبيك خريبكا، فكنظل مع الدورات غيتحسن المستوى ديال اولمبيك خريبكا دائما. محمد اكيد سي حسن، ربما الهدف ديال توفيق اجروتون يعتبر من احسن هدف لحد الساعه، ربما يقدر يبقى صامد حتى نهايه الموسم. توفيق اجروتون في الدقائق الاخيره، ودائما كيف كنقولها في الحلقات السابقه، جميع المباريات اللي تجرات من بدايه في الاول جوله، يعني من اول جوله للخامس جوله، كنشوفوا الدقائق الاخيره اللي كتحمل الاهداف، الاهداف اللي هي رائعه. شباب الرياضي السالمي الخساره الثانيه على ما اظن بعد الاولى امام الرجاء، الثانيه امام اتحاد طنجه. رضوان الحيمر ربما بدا كيوجد صعوبه في الفوز في اللقاءات، ورغم انه فاز في اللقاء للجيش الملكي المغربي الفاسي، ولكن كنشوفوا خسارته امام اتحاد طنجه كتطرح عدد كبير من التساؤلات. بالطبع، فبالنسبه للفريق السالمي يعني جميع يعني الجماهير المغربيه يعني المتابعين الرياضيين خلال الانطلاقه ديالو في هذا الموسم هذا يعني تنبؤوا ليه يعني باش يعني كيف تنقول يقارع الكبار في البطوله، فكنظن يعني الشباب السالمي هذه المقابله ديال اتحاد طنجه، فرغم الهزيمه فيعني ما كانش كيف تنقولوا ما كانش مردود ديالو خايب، يعني كان المستوى ديالو مزيان، غير ما كانش عنده ديك النجاعه الهجوميه، ما كانش كنظن ما كانش فعال في الهجوم. اتحاد طنجه فرص اللي جاو استغلهم، جات فرصه في الهدف ديال الهدف الاول استغلها، وجات فرصه في الدقائق الاخيره اللي كنظن يعني كيف قلتي في الدورات الاخيره كنا كنشوفوا الاهداف كتسجل يعني في الدقائق يعني الاخيره، فهذا كنظن يعني ديك الدقائق تما اللي ما كيبقاش التركيز اكثر عند المدافعين، صحيح كيبقاش عندهم التركيز اللي كيخلي المهاجمين يعني ماركو عليهم الاهداف، كيستغلوا الفرص. انتعاشه ديال اتحاد طنجه سي حسن ربما في هذه المباراه، يعني اتحاد طنجه كانت تطرح عليه العديد من التساؤلات فور الفوز ديالو مع على فريق من حجم الحدث السلمي، انه البدايه اللي بدا هذا الفريق بدايه اللي كانت موفقه، ولكن كنا كنشوفوا اتحاد طنجه كيتخبط في مشاكل على مستوى النتائج. الان نقدروا نقولوا استفاقه مبكره ديال الفريق، ما يمكنش نحكموا من خلال مقابله ولا مقابلتين. غير بالنسبه للشباب السالمي بقياده الاطار الوطني لاعب رجاء البيضاوي سي الحيمر، تنظن على ان الانطلاقه كانت منتظره نظرا يعني اولا استمراريه، كاين حماس ديال اللاعبين، كاين لاعبين اللي تتعرفوا بغاو يثبتوا الاحقيه ديالهم يعني والعوده للاضواء ديال القسم الوطني الاول، الشيء اللي جعل كان ذاك الحماس. وما زاد يعني هاد الامور كامله هو انه اللقاء الاول لعب مع الجيش الملكي، والجيش الملكي كانت عنده انشغالات اخرى، بالتالي لعب فريق ثاني، وكانت يعني هذه الانطلاقه يعني في صالح شباب السالمي اللي عاد بثلاثه نقاط يعني من بعد يعني لعب مع المغرب الفاسي بنفس النتيجه، وحتى نعرفوا يعني كيفاش كانت الظروف ديال المغرب الفاسي. في الدوره الثالثه تلاقى يعني مع فريق اللي متمرس هو الرجاء، يعني عاود انتصر، يعني انطلاقه يعني عاديه، وتنظن على الطريقه اللي غادي بها السوالم، تنظن على انه صوفي يعني بكري ويمشي مزيان. نرجع للكلام الاول اللي كنت قلتي، سمح لي قطعتك سي حسن، الكلام الاول اللي قلتي بانك الى 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 خسرتي امام فريق اللي هو فريق كبير ما نقدروش ما نقدروش نحكموا على المدرب، ما يمكنش باش تقارن راسك مع الرجاء البيضاوي ولا الوداد تاريخ بحموله بامكانيات ماديه. بالنسبه للاتحاد طنجه تنظن على ان المشاكل اللي كاينه عندهم في المكتب المسير هي اللي جعلت على ان ديك البدايه تكون يعني بدايه غير في دون المستوى، نظرا اولا تاخر في استعدادات، حتى اللاعبين قاموا باضرابات يعني ابان استعدادات، حتى المدرب يعني ما خدش الوقت ديالو الكافي باش يهيئ الفريق ديالو، هذا الشيء منتظر على ان ملي تتكون الاستعدادات دون المستوى فيها مشاكل، فيها يعني غتعطي البدايه غتعطي الانطلاقه اللي هي دون المستوى. ولكن تنظن على الاطار يعني كازوني
فرنسي على انه عنده تجربه وتعرف الدوري المغربي عن قرب، وقام بسنه يعني جيده مع رفقات المولوديه الوجديه، يعني تعرف الدوري هو غادي تدريجيا على انه فاش يرجع للمنافسه، وحتى بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين يعني في الدورات الاولى يعني هما غيعودوا للتركيبه البشريه ديال اتحاد طنجه، فبالتالي يعني اتحاد طنجه غتمشي في واحد المسار جيد، لانه يعني عندهم طاقم تقني اللي في المستوى، يعني بين على العلو الكعب ديالو في ميدان التدريب من خلال التواجد ديالو رفقه المولوديه الوجديه. الوجديه نعم، وعلى ما اظن ان اتحاد طنجه نعم سي حسن التركيبه البشريه ديال اتحاد طنجه عندهم لاعبين مجربين ولاعبين الشباب اللي في المستوى. اكيد نرجع دائما كيف كنا كنذكروا في الكواليس انه من سابع المستحيلات اقاله رضوان الحيمر مع الفريق، نظرا لانه خاد مع الفريق سنوات كثيرة، نجح في الصعود ديالو القسم الوطني الأول، ولكن القسم الوطني الأول لا يرحم السي حسن والسي سعد، لأن كثرة النتائج لو إذا كانت سلبية كتحط المدرب أول ضحية هو المدرب على مقصرة الإقالة، وهنا كنشوفوا شباب الرياضي السنة من سابع المستحيلات أنه يقدم على إقالة رضوان الحيمر، رأيكم السي سعد؟ بالطبع فكيف قلنا يعني في كواليس، اولا العلاقه اللي كتجمع الرئيس مع المدرب، يعني كعلاقه كيف تنقولوا اخويه وعلاقه اللي كيعرفوهم بجوج، فكنظن يعني سي رضوان الحيمر لحد الساعه غادي يعني كيف تنقول في الطريق الصحيح، غادي بفريق الامام كيف تنقولوا، عنده تركيبه بشريه اللي اللاعبين واخا هكا مجربين، لاعبين اللي عندهم يعني كيف تنقولوا عندهم الكلمه ديالهم، شناهم في المقابلات اللي دازوا، فكنظن يعني إذا كانت شي هزائم متتالية فكنظن تقدر تكون مفاجأة. نعم، وكيف ما شاهدنا مع عدد كبير من الفرق، هو أخير مثال هو اتحاد طنجة، خلال الموسم فاش فاز اتحاد طنجة باللقب مع إدريس المرابط فور بداية الموسم المقبل تمت الإقالة ديالو، هنا تناقض سي حسن. لا أظن على أن ماشي نفس 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 الحالة، نقولوا بأن نعرفوا على الاسم ديال اتحاد طنجة مع كامل احتراماتي، ماشي ديال الشباب السالمي، حنا تنعرفوا كل ما وصلت اليه الشباب السالمي يعني ترجع للعنصرين للرئيس بشعيب والاخر رضوان الحيمر، يعني هادشي اللي داروا يعني راه يعني ما يقدرش شي واحد يديرو، والاستمراريه اشنو هما هاد النادي السالمي ولا الشباب السالمي شنو الهدف ديالهم؟ مش باغيين يديو البطوله؟ ربما البقاء في الاسبوع والبقاء واش من الدوره حكمتي على مارشي حكمتي على الحيمر على انه ممكن صحيح غادي يطيح يطيحك زائد هنا هو اللي طلع عليك الفرقه، هو اللي دار هذه الامور كلها اللي وصلت لها، المكتب ديال الشباب سالمي هو واعي حنا ما غنوريهمش ولا حنا تنعلموا ماش غيديروا، ولكن هما راه الاهداف ديالهم مشي يقلبوا على ملعب يصيبوا ملعب، اما بالنسبه للطاقم التقني راه غادي في النتائج ايجابيه، راه جيس كاماتنو شحال لعبنا خمسه دورات راه عنده بليس كات، لان لا درنا لا موين الانجليز مقابله كل مقابله بنقطه راه عنده بليس كات، اذا راه ممكن راه عنده غادي مزيان. انا لا اظن باش نحسن في هذه الامور ديال الحيمر، لا اظن لان انا تنعرف شعيب على انه حتى فاش كان في الهوات ولا كانوا في القسم الوطني الثاني وفي الهوات بجميع الاقسام، يعني السير رضوان الحيمر دار نتائج اللي هي كارثيه ديال ثلاثه مقابلات اربعه وبقى ومن بعد رجعت النتائج. صحيح، ولكن ما نساوش السي حسن ان سريع واتزم بدوره ما كيلعبش على اللقب، وتمت الاقاله ديال فؤاد صحه. انا حنا هضرنا كيف هضر الاخ سعد، راه كاينه واحد العلاقه وطيده بين الفريق بين الرئيس والمدرب وبين الرئيس، وتيعرف هذوك ماشي سي با لو ميم سي با لو ميم. طيب حنا مازال مواصلين النقاش مشاهدينا الكرام عن اللقاءات الجوله الخامسه من الدوري الوطني الاحترافي، لكن فاصل قصير ثم نعود لمواصله النقاش. هي الخسارة الأولى لفريق الرجاء البيضاوي أمام النهضة البركانية، هدفين مقابل هدف واحد، الكل كان كيظن بأن الرجاء سي حسن أيضا سي سعد أن الرجاء غيخطو بثبات نحو النتائج الإيجابية، يعني أربع انتصارات ولكن هزيمة واحدة أمام نهضة بركان، مباراة اللي ما كانتش سهلة أكيد، ولكن كيف قلتي في الكواليس أهداف اللي تسجلوا بطريقة اللي كتطرح العدد كبير من التساؤلات، الهدف الأول ألغي بداعي التسلل، الهدفين اللي تسجلوا في شباك أنس الزميتي. طبعا لشنا المقابلة ديال نادي الرجاء الرياضي ونادي بركان، يعني فريق الرجاء البيضاوي ما كانش بالمستوى اللي شنا يعني في المقابلات الأخيرة، شنا أهداف اللي تسجلوا عليه من الأخطاء، يعني كيف تنقولوا من الدفاع اللي هي اخطاء بدائيه، ما يمكنش يعني شي مدافع
اللي محترف وكتلعب فرق كبير يعني تقوم بحال الاخطاء هذه، فكنظن استغلوا المهاجمين ديال نهضه بركان في الشوط الثاني اللي استغلوا يعني كيف تقول الاخطاء ديال المدافعين وتمكنوا يسجلوا هدفين. شدنا الفريق الرجاء البيضاوي اللي اعتمد على القذف من البعيد اللي ما جابش جدوى ديالو، شدنا يعني الهدف اللي سجلوه يعني كانت من ضربه ثابته من الركنيه، فكنظن يعني نتيجة غير متوقعة للجمهور فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي، وما نساوش مشاهدينا الكرام انه طنطاوي تلقى البطاقة الحمراء، احد الاعضاء ديال المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، وخصوصا ان المباراة كان كيقودها حكم ذكي رداد، وحسب مواقع او اخبار مواقع التواصل الاجتماعي قالوا بان رداد ماشي انا اللي كنقول اولا ضيوف، ولكن حسب ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي ان الذكي رداد يعني كيف كيقولوا بلغه الكره حاطت عيني بزاف على فريق الرجاء البيضاوي، وعلى العموم المباراه قادها الحكم بشكل اللي هو عادي بشكل طبيعي رغم اشهار ديال البطاقه الحمراء. نعود للقاء سي حسن تقنيا، واش كان سي حسن متوقع ان النتيجه ديال اللقاء تنتهي لصالح النضال البركاني بهدفين لواحد؟ وهو المقابله تعرف من يعني كانت بين فريقين اللي كبار يعني باسماء وبمدربين يعني اجانب اللي يعني جاوا باش يعطيو اضافه. نعم. فريق ديال النهضه البركاني يعني ما عرفش انتصار منذ أربعة دورات، يعني حقق أربعة تعادلات لحد الآن، ما عطاش سي إيبينغي ما عطاش ديك اللمسة ديالو، باقا ما بانتش يعني رغم أنه يعني دعم الفريق بلاعبين اللي جيدين. فريق الرجاء البيضاوي يعني بصمع على بداية يعني جيدة، أربع انتصارات يعني في أربعة مقابلات، ولكن المقابلة يعني من دخلوا تتعرف أنا لاعبين مع اسمين فريقين كبار، يعني ما النتائج اللي تتكون سالفه يعني ما تدخل ما عندها باش تفيدك لانها غتلعب على ارضيه ديال الملعب. فريق الرجاء البيضاوي بدا واحد 20 دقيقه يعني ضيع فرص كبيره، كان هذيك الساعه باقي الفريق ديال نهضه بركان باقي ما دخلش المقابله، ولكن في الشوط الثاني يعني من ضيع في الشوط الثاني فريق نهضه بركان يعني استغل اخطاء دفاعيه واخطاء ديال المنظومه الدفاعيه بكمل باش ما نلوموش غير الحارس ولا هذا، لان كاينه هنا باش نفصلوا في هذه النقطه على ان الهدف الاول على انه الدفاع عرض خرج الكره كيف تنقولوا، اللعابه ديال اللي غيديروا يمشيوا للدوزيام بال ما كانوش، اللاعب اللي غيمشي يضغط باش ما ترجعش الكره ما كانش، ولكن كيف قال السي سعد على انه خطا بدائي، حنا تنعرفوا على ان المدافعين الوقيته اللي تتكون كره كيف تنقولوا عريانه يعني اللاعب ما مضغطش عليه ولا مكادريش ما خاصكش تطلع، لان خاصك توجد انها ترجع. الا كان اللاعب مكادري اوكي، انت كالهدهودي ولا يعني لاعبين اللي لعبوا نقدروا نقولوا لي لاطيرو يعني باقيين صغار، اما انتم يعني تعرفتي بان اللاعب عري غيقدر يضرب يقدر يعطي لاباس كيف ما بغى، فبالتالي ما خصنيش نطلع. حنا هاد المدرب راه تيعرفوا، ما تنظرش على ان المدرب ما خدمش هادشي، يعني سوء التركيز ديال اللاعب من اللاعبين هو اللي يجعل يعطي الهدف. يعني حتى تنشوفوا كيفاش يعني في المواقع لانه اللاعبين حتى التموضع ديال اللاعبين ما كانوش يعني كاين يعني كثافه في واحد المنطقه وفراغات يعني في مناطق اخرى اللي استغلوا لان اللاعبين من يطلعوا يعني بقاو دايرين مع اللعاب اللي كان يعني في بوزيسيون دور جو الوغ كو هو ما شاركش، مشات الكره عند هذا، جات الهدف الثاني تا هو من فراغ مع اللاعب يعني لاعب الكونغولي يعني اللي ممكن يقول الكلمه ديالو، لانه من خلال البنيه الجسمانيه، من خلال التحركات ديالو، من خلال لابيليتي تكنيك وتاكتيك ديالو، تيبان بانه ممكن يعطي اضافه للهجوم ديال البركان. الرجاء يعني كيف تيقولوا ماتش اوبليي، لانه من الدقه 25 يعني ما بقاش المقابله رغم تسجيله، تنشوفوا الاسماء يعني ربما الايبينغي مع الطاقم ديالو يعني قرا الرجاء البيضاوي كيف تيقولوا يعني غراها، وحتى اللاعبين يعني مني ما سجلوش في البدايه تتعرف مني ما تسجلش غادي تاونكيسي ماتش اوبليي وجد راسه للمقابلات المقبله. ودائما كيقولوا بانه الكونغولي ديال البركان تيمنا بالكونغولي السابق مع فريق الرجاء البيضاوي. على العموم نرجعوا للمباراه السي سعد اللي شاهدناه مع النهضه البركانيه خلال هذه الجوله هذه، ربما ما شاهدناش مع عدد كبير من الفرق، لانه بمعنى منذ بدايه البطوله الوطنيه كنشوفوا عدد كبير من الفرق كتقدم في النتيجه وكيسدوا اللعب باش ما يتلقاش الشباك ديالهم هدف، وهذا ما كيحصل وكيخسروا في اللقاء او كيتعادلوا. الان كنشوفوا النهضه البركانيه رغم التسجيل على الهدف الاول اللي الغي بداعي التسلل، الهدف اللي تسجل الاول، وايضا باغتو الدفاع ديال الفريق الرجاء البيضاوي وحاولوا انهم يزيدوا الهدف الثاني والثالث. هنا كنشوفوا النهضه البركانيه مغاير مقارنه مع فرق اخرى، كناش كنشوفوا ربما نهضه البركان انه يسجل الهدف ويرجع لور يسد اللعب.
ما كنظنش يعني حتى كيف اللي بان لي انا ان الفريق نهار تبارك كان كيف قال الاخ حسن يعني قرا الفريق رجاء بداو في مقابلات اللي لعب سابقين وعرف يعني كيف تنقولوا كيف يخدم عليهم. فكنظن يعني الطريقه اللي لعب بها نهار تبارك ضد الرجاء فهي كانت طريقه كيف تنقولوا متمكنه واللاعبين طبقوها في الحرف. داكشي اللي خلى يعني فريق نهار تبارك يسجل اهداف وجدت الهدف اولي شنا يعني في اللي تلغى في التسلل ويعني وما خلاش فريق الرجاء البيضاوي يضغط عليه بزاف فهو اللي كان الاول كيضغط على الكره هو فريق نهضه البركان. نعم وكنتمنوا كامل التوفيق لفريق نهضه البركانيه وايضا فريق الرجاء البيضاوي. المباراه اللي جرت يوم امس بين فريق الفتح الرباطي والجيش الملكي لقاء ديربي العاصمه اكيد ولكن انتهى بالتعادل ايجابي هدف في كل شبكه. الغياب ديال الجماهير اثر بشكل كبير اكيد ولكن كنشوفوا انه الطعم والحلاوه ديال الديربيات خصوصا لا في البيضاء لا في العاصمه الرباط ما بقيناش كنشوفوها سي حسن وشاهدنا اللقاء انتهى بالتعادل ايجابي هدف في كل شبكه. هو من ما تيكونش الجمهور تتعرف على انه حتى اللاعب ولا الطاقم التقني ولا يعني ما تيكونش داك الحماس خاصه في المقابلات الديربيه تتعرف على ان الالترات تيطلعوا بتيفوات في المستوى يعني تيكون اهازيج فهمتيني هذه كلها مسائل اناشيد ديال الفرق. ولكن بالرجوع للمقابله تنظن على ان المقابله يعني نتيجه التعادل كانت منصفه ومنصفه لانه حتى الضغط اللي عايشو سي امين بن هاشم يعني مع فريق الفتح البيضاوي يعني على ان لو انه انهزم تنظن على انه غيدخل في واحد المتاهات اخرى النتيجه ربما المشروع غادي لا هو احنا تجارة كنا شفنا ندوات كبيره ديال الرئيسه ديال فريق الفتح الرباطي هناك برنامج هناك مشروع هناك ما بقاش الفريق ربما كيلعب على التكوين فقط ولكن كنشوفوا الان ما بقاش كيلعب لا على التكوين لا على النتائج الايجابيه. محمد ابي بن هاشم يعني على ما استفهام كبيره لهاد احنا كيف قلناها ولو انه ما تيقولوا على ان عندنا مشروع راي مشروع لا ما كانش نتائج راه ما كاينش ربما النتائج هذا يعني الذهاب ديال الرئيس الحجوي ولا المجيء ديال السيده اللي نعم يعني الرئيسه الجديده ربما عندها رؤيه اخرى في الكره القدم والفريق الفتح البيضاوي مع مرور الايام اللي غتبين لنا اشنو واش فعلا انا غتصبر على السي امين بن هاشم وتعطيه الفرصه الكامله ديالو حتى نهايه الموسم ولا تيا كباقي المسيرين يعني مع هزيمتين يعني ممكن تليموجي المدرب. ولكن بالنسبه للمقابله على انه كانت يعني الطابع ديال النديه راه كان فريق ديال الفتح يعني استغل الفرص والغباء ديال اللاعبين لانهما كيف قلنا على انه البالون كان عند اللاعبين ديال الفتح يعني لالين ديفونسيف ولا ديك يعني طالعه حتى للسونتر واللعاب اللي عنده الكره ما كانش مكادري ولعب لاباس كيف ما بغى ومع يعني ما نساوش الذكاء ديال الزرهوني لانه دار ابيل كونتر ابيل دخل وعاود خرج وطلب في الظهر ديال لا ديفونس ومشى يعني وكانت مساحه كبيره بين المدافعين وسجلوا. فريق ديال الجيش الملكي رجع من خلال ضربه جزاء يعني اللي سجلها بورغيس اللاعب ديال الراس الاخضر يعني ولكن على العموم يعني نتيجه ديال التعادل ممكن تعطي واحد يعني واحد الجرعه ديال الامل بالنسبه للسي امين بن هاشم باش يخدم في الدورات المقبله بواحد الاريحيه ويرجع الثقه للاعبين وبين اللاعبين وبين المكتب المسير لانه الفتح يعني خاصه الوقت لان عندهم لاعبين خاصهم مع الوقت فين ينسجموا لان حتى امين بن هاشم يعني جا في واحد الوقت يعني معطل واحد شويه واللاعبين كانوا تتعرف كاينين اللاعبين اللي كانوا ما بغاوش يبقاو حتى اللاعب الليبي على الزرهوني اللي كان عنده هذا باش يعاود يحيد من دماغه على انه كان غيمشي الرجاء ويحط رجليه ويلعب مع الفريق يعني بالطريقه اللي بغى المدرب هذا سيخصو الوقت شويه يعني وعمل مضاعف ربما الامين بن هاشم المدرب ديال فريق الفتح الرباطي. الفتح اللي كيحتل حاليا مشاهدينا الكرام المركز الخامس عشر بثلاث نقاط ثلاث تعادلات هزيمتين وانتصار يعني منعدم في هذه الدوره ولكن تعادل ما نقولوش منصف السي حسن السي سعد عفوا اسمع لي السي سعد منصف ربما للجيش الملكي لان الجيش الملكي في البدايه ديالو كان متعطش على انه يكون مع الفرق اللي هي في المقدمه ديال الترتيب العام. الجيش الملكي نذكر ايضا كيحتل المركز التاسع بسته ديال النقاط فوز وهزيمه وثلاث تعادلات. هو كان مقابله كديربي كنقولوا ديربي بين الفتح والجيش فهي النتيجه عاديه كتبان ليا نتيجه منصفه للطرفين بحكم يعني قيمه المقابله. فكنظن يعني الفريقين بجوج يعني كانوا دخلوا يعني بعزيمه ديال الفوز لا فريق الجيش الملكي ولا فريق الفتح الرباطي. تاثرت الفرصه اللي تاثرت الفتح الرباطي سجل هدف
كيف قال الاخ حسن يعني داك البلوك ديفونسيف اللي شلناه يعني كيف تنقولوا طالع طلع بزاف خلى مساحه من ورا من ورا كيف تقولوا ظهرهم يعني الحاجه اللي تار انتباهي هو داك الابيل كونتر ابيل اللي قال حسن اللي دار زرهوني يعني خرج من حيد من لورجو وباش يعني باش طلب البالون فكانت يعني طريقه جميله باش تجلب اهداف فكنظن النتيجه عاديه. نعم نتيجه عاديه خاصه ان فريق الفتح البيضاوي يعني الفتح الرباطي تيلعب خارج الميدان ديالو راه تيلعب بمدينه قنيطره وفريق الجيش الملكي هو اللي كان المستقبل يعني النتيجه ديال التعادل بالنسبه لامين بن هاشم راه نتيجه ايجابيه. نعم وأعود واذكر السي حسن انه فريق الفتح الرباطي متعود بشكل كبير على انه الجمهور غائب طيله الجولات بغض النظر واش يعني هذا هو الشيء الوحيد اللي كان كيتشكى منه خصوصا المدرب السابق وليد الركراكي وكان قال لهم في اكثر من مناسبة سبا كان قال لهم الى ملعب الحسن او لا ملعب مولاي الحسن امتلأ عن اخره بجمهور ديال الفريق الفتح الرباطي قدم استقالتي فور انتهاء اللقاء ولكن كنشوفوا غياب ديال الجماهير دائما مع فريق الفتح الرباطي وتعود عليه يعني هذا امر غير صحي ربما للفريق وما غيساعدوش انه يحقق نتائج في المستقبل القريب سي حسن تظن على ان وقيل على الراي ديالي هذا تيخصني انا على انه المكتب المسير يعني تنعرفوا على انه مؤسساتي اكثر المكتب المسير يعني موظفين ساميين الشيء اللي تيجعل على انه يعني بحال يعني المسير ماشي ولاد المنطقه ديال الفتح لانه يعني مثلا ملي تنقولوا مثلا الرئيس الرؤساء ديال برشيد مثلا راه ولد برشيد اللي غيتبعوه ولا ديال الطاس ولا ديال الرجاء ولا ديال طنجه هذه امور اللي ممكن على انه حتى هي تساهم عاده مساله ديال على انه باش تقطب جماهير تيخصك على الالقاب وخاصك الالقاب ماشي ديرها سنه خاصك سنوات باش تبدا تستقطب الجماهير تدريجيا هذا الشيء تيشكي منه الفتح الرباطي يعني منذ سنوات. نعم على ما اظن انه الفريق الوحيد اللي كيشكي ربما من هذه الظاهره غياب ديال الجماهير على العموم مباراه ما قبل الاخيره جمعت حسنيه اكادير وفريق المولوديه الوجديه الحسنيه اللي تلقى الهزيمه امام المولوديه الوجديه بهدفين مقابل هدف واحد وريض حكم مدرب حسنيه تحت المجهره سي سعد. طبعا على استفهام الفريق حسنيه اكادير اللي كنعرفوا فريق حسنيه اكادير يعني عودنا يقوم بمقابلات كبيره ويكون كيف تنقولوا من دوك الخمس الاوائل في سبور الترتيب شفنا المقابله ديال الامس يعني ما كانش في شي مستوى كبير ما كانش يعني ديك هذاك الانسجام باقي ما حصلش بين اللاعبين شفنا المدرب رضا حكام اللي كيف تنقولوا الله يكون في العون يعني يعني قام بتغييرات اللي ما عطاش الاكل ديالها مولودي الوجديه اللي عرف كيفاش يستغل داك كيف تنقولوا ديك يعني استغل المستوى الضعيف ديال حسنيه اكادير وتمكن باش يسجل عليه هدفين. نعم سي حسن تقنيا مباراه قراءتكم تقنيا انا تنشوف على انه فريق الفريق ديال حسنيه اكادير مازال تيعيش على الواقع ديال تغيير الاطار الوطني كيفاش الاسم ديالو اللي كان معاهم فاش جا مدير التقني كاموندي يعني باقي مازال تيعيش على هذيك الواقعه ديال انه نعم متفق معك بشكل كبير علاش؟ لانه العلاقه اللي كانت ما بين المدرب كاموندي واللاعبين علاقه كان مدير تقني صحيح لانه كان مدير تقني هو اللي شرف على واحد العدد ديال اللاعبين حتى وصلوا للفريق الاول وهو اللي درب الفريق الاول فبالتالي اللاعب غيعطي له ماكسيموم يعني غيخضع لجميع الامور اللي تيدي هاد المسائل ديال تخيير المدرب يعني حتى دوك اللاعبين اللي بانوا مزيان وداك الشيء يعني ولاو يعني تيطلبوا سي نورمال غيطلبوا منح كبيره غيطلبوا صالارات كبار غيطلبوا تحفيزات فبالتالي هما الاغلبيه ديال الفرق خادوهم الطاقم اللي جا الاولاني الشيرا جا من بعده جا محمد فاخر يعني فاخر مشاكل عاود جا يعني الاطار التونسي حتى هو ما نجحش ها هو تنشوفوا فريضة حكام يعني باقي ما لقاش التركيبه البشريه ولو انه جاب اللاعبين اللي بغى هو على ما يقال ولكن المساله اللي بغيت نثير انا على انه في كره القدم الاخ سعد راه تيعرف هذه الامور على انه كاين جوج انواع ديال المدربين كاين مدرب اللي تيكون مامن بواحد لو سيستيم دو جو وتيكون مامن بواحد كيف تنقولوا واحد ستيل دو جو على انه انت تجي الفرقه تجيب اللعابه اللي بغيتي انت مثلا انا تلعب 3 5 2 خاصني نجيب 3 ديفونسور
اكسيون تجيب هذا ما نجيبش لي زيل مثلا او كاين مدرب اللي تيجي على انه كيف ما لقى اللعابه هو اللي تيشوف على حساب البروفيل ديال اللعابه ولي كاليتي ديالهم تيدير لو سيستيم كي كونفيان هذاك الجو تنظن على انه من خلال الطريقه الاولى راه خدم بها انا جاي انا غنجو بالنسبه للرضا حكم اظن على انه لو سيستيم دو جو لا يوافق اللاعبين اللي يلعب بهم وهذا خير دليل على انه حتى النتائج فهمتيني هو تيلعب ما لعبش لصالحه تيلعب 3 5 2 ولا ادير 3 4 1 2 ولا 3 4 3 هادشي هو اللي ممكن نعرفو حيت باش تعرف على انه اي سيستم دو جو ماشي من التلفازه حيت الا ما جيتيش وصلات الكره واحد المنطقه معينه ما تقدرش تعرفها لان بلانيماسيو داكشي ما تقدرش تعرف ولكن تيبان على انه تيلعب كلكو شوز 3 4 ولا 3 5 2 ولا 3 4 1 2 ولا 3 4 2 1 هذه كلها يعني دي فاريونت ديال لو سيستيم ولكن تيبان لي يعني من خلال الراي ديالي المتواضع على انه لو سيستيم دو جو نو كونفيان با او كاليتي ديال لي جوار حنا تنعرفوا على انه ممكن نقولوا 3 4 3 5 2 راه شويه بلي ديفونسيف وحتى دوك اللي تنقولوا حنا لي موبيليتي الا سدوهم لك يعني راه غادي تبلوك هذاك لو سيستيم تنظن هذا هو الاشكال اللي طايح فيه السيستيم رضا حكم وتنظن بمعيه الطاقم التقني ديالو ما تنظنش راه غادي يدير غير يفطل هذه المساله وممكن يغير لو سيستيم دو جو وممكن يدير نتائج. نعم طيب رجع لمولوديه وجده سي حسن، مولوديه وجده انطلاقه ربما اللي نقولوا انطلاقه متواضعه بان مولوديه وجده كيحتل ايضا المركز الخامس، نقدروا بان نقولوا الفريق قد نفسه مبكرا من نتائج سلبيه مقارنه مع الموسم الماضي. ما تنظن على كيف قلنا يعني راه الطاقه التركيبه البشريه ديال المولوديه وجديه مشاو منا شي لاعبين ولكن الاغلبيه باقيين يعني كاين يعني الركائز راه كاين استقرار يعني ديال التركيبه البشريه ولكن ما يعاب على ان المشاكل ديال التسيير المشاكل ديال الماديات طاحوا فيها يعني باش كل اسبوع ما تترينيش حصه ولا جوج تدير الاضراب وغد وعندك انت في لافان ديال لا سيمين ولا في لو ديف ماتش ولا جوج مباراه يعني هادشي ما عنده الا كنتي انت باغي دير الاضراب ما خاصكش تلعب لان نهار المقابله ملي تتخسر تضيع واحد تضيع بعدا تضيع مناح يعني ممكن انت تكون سبب ديال هذاك الطاقم تيمشي وان الراي العام ولا الطاقم ولا المسير ما تيقولش حق راه حيت داروا الاضراب راه خسر المدرب معني والو اذا هنا المساله اللي ممكن يعني اما هو يعني بصفه عامه يعني كاين عندهم فريق اللي في المستوى تنظن على انه حتى الطاقم التقني راه جا معطل الفريق ولكن تنظن مع مرور الدورات يعني ممكن يسترجع المستوى ديالو اللي كان عنده السنه الفريطه. نعم خمس جولات ما قدروش يحكموا ايضا على الفريق مع السيدي حتى المدرب اللي جا يعني عرف كيفاش واخا مشى واحد جوج لاعبين ثلاثة اللي أساسيين على المجموعة اللي عنده يعني عرف كيف تقول لك التوظيف اللازمة في اللاعبين عرف كيفاش يجيرها. صحيح آخر مباراة أجريت يوم أمس الوداد البيضاوي وفريق شباب المحمدية نتيجة بيضاء سي سعد وكاين ما يتقال في اللقاء ديال الوداد خصوصا فريق الوداد البيضاوي واش فين كاين الخلل رغم أن المباراة اللي هي مباراة صعبة أمام شباب المحمدية ولكن كان الوداد البيضاوي كان يحقق ربما الفوز في اللقاء ديال اليوم أمس سعد ولكن بالنسبه ليا كان اللي شاهدت المقابله الامس يعني كانت مقابله كيف تنقولوا مقابله مسدوده ما كانش فيها يعني كيف تنقولوا فرص يعني كثيره ما شفناش لو جو كيف تنقولوا اوفر لي جو محلول يعني بالنسبه ليا المدربين بجوجهم كانوا بحال كانوا باغيين نقطه المدرب بجوجهم ديك لا صفه خير ولا وليد الكراكي يعني كانوا لاعبين هنا نقطه شفنا حتى فريق الوداد البيضاوي في بعض اللحظات ديال المقابله كون هز غير الريتم شويه ديال كان يمكن يسجل صحيح والعكس وفريق الشباب المحمديه يعني كنظن المقابله فكانت مقابله كيف تقولوا للنسيان الفريقين بجوج كانت ربما صراع او لا مباراه ديال المدربين اكثر ما هي ديال الفرق بجوج سي حسن اتفق معك انا الراي ديالكم بجوج لان انا شفت على انا تفرجت في المقابله يعني تبعتها من الدقه الاولى حتى الاخيره كانت حرب تكتيكيه بين وليد الركراكي وبين محمد فاخر وليد ما بغاش فاخر يشمتو وفاخر ما بغاش وليد يشمتو عندنا بجوج حنا تنعرفوا على ان بجوج
يعني ما بغاوش يخليو مساحات في ظهرهم. فريق الوداد اللي حنا عددناه وهو اللي كان مطالب على انه يدير اللعب، هو اللي كان خاصو يخرج يدير بريسين، كونه متصدر كونه على ان التركيبه البشريه يعني كاين استقرار، كاين لاعبين اللي في مستوى بخلاف فاخر على انه يعني وقف ند ند وتوقر نقاط الضعف ديال 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 فريق الوداد البيضاوي. وكان قاب قوسين في الدقائق الاخيره على انه لو انه صفر ضربه جزاء للحكم كان توقع يعني تغير. ولكن على العموم يعني النتيجه المقابله كانت رتيبه، وهذا اللي جعل المقابله رتيبه هو الحرب اللي كانت بين وليد الركراكي تكتيكيا مع فاخر، لانه ما بغاش على انه حتى النتيجه بالنسبه النقطه بالنسبه لشباب محمديه تنقضون على ان نقطه يعني غاليه مع المتصدر، لان لحد الان تفارق ما تعادل مع الوداد الا شباب محمديه اللي مازال ما لقاش راسو عنده غيابات. ولكن فاخر استطاع على ان يحد من 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 الخطوره ديال فريق الوداد، استطاع يحد من التنشيط الهجومي ديال فريق الوداد، لان ما شفناش فريق الوداد يلا تيلعب في الثلث الاول ديال الملعب ديالو حتى للثلثين، ولكن باش يلقى وباش يكون ذاك المد الهجومي ديال فريق الوداد البيضاوي ما شفناش البارح. انا اعيب على 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 الركراكي، ولو انه هو من حقه لانه تا هو ممكن النقطه ديالو احسن من كثير، ولكن كل الامور كانت يعني كان خاص الوداد اللي يبادر، لان هنا تنعرفوا الشباب المحمدي ما داروش نتائج لحد الان يعني خارجين من خسران وجوج تعادل وتعادل، يعني الوداد اللي كان يعني ما عليهمش ضغط يخرج يلعب يخرج. ولكن هذا رايي ديالي احتفظ به، وليد الركراكي له كامل الصلاحيه على يعني يلعب الطريقه اللي بغى هو. ولكن بالنسبه للمشاهدين الكرام تنظن على ان ما شفنا والو من المقابله خصوصا مع فريق الوداد البيضاوي. ذكرتي التركيبه البشريه ديال الفريق الاحمر، ولكن ما نساوش ان التركيبه البشريه اللي كيتوفر لها ايضا نادي الشباب المحمدي رفقة محمد فخير قام بانتدابات اللي هي انتدابات وازنه، عبد الرحيم شاكر مع من فريق الرجاء البيضاوي، عدد كبير من اللاعبين اللي مجربين في البطوله الوطنيه الاحترافيه. اعود اذكر المشاهدين راكينا بنتائج لقاءات الجوله الخامسه من الدوري الوطني الاحترافي، لقاءات الاربع اللي اجريت يوم السبت الماضي. المغرب الفاسي يوسفيه برشيد، المغرب الفاسي تفوق بثلاث اهداف دون رد. اولمبيك اسفي سريع وزم تعادل سلبي بصفر لمثلي. اولمبيك خريبكا ايضا تعادلوا بهدفين لهدفين مع فريق الدفاع الحسني الجديدي. الشباب الرياضي السالمي الخساره امام نادي اتحاد طنجه بهدفين دون رد. واربع مباريات اجريت يوم امس الاحد، الرجاء البيضاوي ايضا نهض البركانيه اللي تفوق عليه بهدفين الهدف وحيد، وتعادل ايجابي هدف في كل شبكه بين الفتح الرباطي وكلاسيكو العاصمه ضد فريق الجيش الملكي. وحسنيه اكادير ايضا اللي خسر لقاءه امام المولوديه الوجديه بهدفين دون رد، والتعادل السلبي صفر لمثلي امام وبين شباب المحمديه وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. واعود اذكر المشاهدين الكرام ان الحلقه المقبله سنتحدث فيها عن لقاءات الجولات القادمه من الدوري الوطني الاحترافي. وصلنا الى نهايه عدد اليوم من برنامج مع البطوله. قبل توديعكم كالعاده اودع ضيوفي الكرام اللي حضروا معي في حلقه اليوم، سي سعد عبد الفتاح الاطار الوطني، شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج وحضورك معنا في حلقه اليوم. شكرا على الاستضافه اخويا رضوان، وشكرا خويا حسن على الحوار اللي كان شيق، واستفدت منه شخصيا، استفدت منه الحمد لله، وكنتمنى له مسيره موفقه ان شاء الله. وايضا الاطار الوطني سي حسن، شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج وحضورك معنا في حلقه اليوم. وشكرا على الاستضافه، وتنتمنى نكون عند لا شخصيا انا ولا السي سعد فتاح، يعني نكونوا عند حسن ظن المتتبعات والمتتبعين والمشاهدات والمشاهدين الكرام ديال قناه تيليمارك. تيليمارك. وايضا الشكر موصول للطاقم التقني والصحفي والاداري على انجاح وانجاز حلقه اليوم من برنامج مع البطوله. اضرب لكم موعدا في حلقه اخرى وجوله جديده من جولات الدوري الوطني الاحترافي. اطيب المنى والى اللقاء.